أكتو كونسو. أكتو كونسو لليوم موضوعنا يهم الطماطم، موضوعنا يهم صابة الطماطم. نرجو بالأرقام على التقديرات متاع صابة الطماطم، على الإشكاليات زيدة اللي شفنا برشا مزارعين برشا فلاحة يحتاجوا. يقول لك أنه فما إشكاليات على مستوى مياه الري، فما إشكاليات على مستوى زيدة المنبعد الطماطم المعدة للتحويل، على مستوى الأسعار. في الأثناء معانا سي المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري بالقيروان وعضو لجنة متابعة منتجات الطماطم والفلفل. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي المولدي. مرحبا، أهلا بك، شكرا على هذه الاستضافة. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا نعم. شنو النجم نعرفه اليوم على مستوى الأرقام فيما يتعلق بصابة الطماطم وهالاحتجاجات اللي شفناها من بعض الفلاحة؟ الله، هو بالنسبة للسنة هذه يعني موسم استثنائي بكل مقاييس. عام كان فيه جفاف على مستوى المساحات، العديد من الفلاحين ما تمكنوش باش يزرعوا طماطم، الموارد المائية ما سمحتش بذلك. مثلا الجهات متاع الشمال يعني بالنسبة للسنة ما مكنهمش من الماء، وبالتالي فوتوا عليهم الموسم متاع الزراعة. الحاجة الثانية اللي هي وخلت يعني المساحات تتقلص، الكلفة متاع الطماطم هذية اللي هي ليزانترون نقولوا احنا المدخلات يعني متاع بالنسبة لإنتاج الطماطم تضاعفت يعني بشكل جنوني. الأسمدة ودوما الأدوية اللي هما يجيونا من برا، وتعرف انت نشريو باللورو، الواحد هذا اللورو تحولوا للدينار التونسي تشوف الغلاء والكلفة الغالية برشا. السنة كذلك يعني التغيرات المناخية أثرت على الموسم هدايا، وكان يعني الفترة اللي جات فيها أمطار يعني من شهر أخص بالذكر يعني شهر ماي وجوان، هذوما كان عندهم تأثير كبير برشا، وشفنا الأمراض اللي حدثت بالخصوص في الوطن القبلي، تضررت العديد من المساحات من الميلديو، والصابة سنة يعني نشوفوها تقريبا أقل حتى من المتوسطة. واللي بالنسبة لنا احنا كلجنة وطنية للمصبرات الغذائية فكرنا هل بالإمكان أنه المساحات المزروعة تغطي يعني حاجياتنا من المصبرات يعني الطماطم يعني حتى الى اخر السنة يعني انطلاق الموسم الجاي القادم. الحقيقة التراجع بالنسبة للارقام على مستوى المساحات في السنة الفارطة كانوا زرعنا تقريبا 13850 هكتار، بالنسبة للسنة هذه يعني المساحات قدرت ب 9200 هكتار. كان عندنا مخزون يعني من السنة الفارطة هو ب 46000 طن، واللي وزارة التجارة يعني خذت قرار باش ما تفرطش فيه للتصدير، وبالتالي تأمين يعني حاجياتنا من طماطم معجونة للسنة هذه إلى حين يعني انطلاق الموسم القادم. تقريبا هذايا بعجالة شنو الوضعية في الموسم هذايا، وشنو اللي هو جرى في موسم الطماطم، واللي بالنسبة لنا احنا كتوانسة تقريبا نعتبر المستهلكين رقم واحد في العالم بالنسبة للطماطم المعجونة في الاستهلاك نتاعنا وفي عاداتنا نتاع الغذائية. إذا هالتراجع هذايا، هالأرقام اللي فيها نوعا ما من التراجع، كيفاش باش تترجم على مستوى الأسعار اللي باش توصل للتوانسة؟ لا، بالنسبة للأسعار هي تقريبا ما وصلناش باش نصحوا حتى اتفاق ما بين اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة، والسعر اللي احنا اقترحنا 300 مليم للكيلو طماطم الطازجة يعني معدة للتحويل، والصناعيين اقترحوا 270 مليم، وبقى للسعر يعني يتأرجح. وما كتعرف يعني بالنسبة لي احنا، انا خليني نقول يعني الأقوى هو اللي هو يتحكم في السوق. بالنسبة لنا احنا طالبنا حتى في إطار اللجنة الوطنية السيد رئيس
الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره على اساس باش نجلس ونحدد السعر، لكن يعني وقع في كل مره نؤجل، وحتى لانطلاق الموسم ما حددناش السعر. صحيح هي كما قلت لك كلفة الطماطم وإنتاجها أصبح معني عنده كلفة، وبالتالي عنده يعني كلفته حتى على المواطن وعلى المستهلك اللي حقة الطماطم شفتوها السنة الفارطة، يعني شنو الزيادة اللي فيها اللي هي تعتبر معنا معتبرة زيادة كبيرة نعرفوها اللي هي تمس جيب المواطن، ولكن كما قلت لك راهو فما كلفة إنتاج على للفلاح اللي أصبح يدفعها، وأصبح وعليش حتى في جانب آخر يعني تخلص المساحات راهو هروب من الفلاح اللي أصبح يعتقد أن هذا القطاع نتاع الطماطم غير مربح، وبالتالي تركوا هذاك علاش يعني في جانب منه حتى هذا السبب هذا موجود. إذا اليوم الوضعية تقول أنها صعيبة على مستوى الإنتاج، على مستوى الفلاح، وعلى مستوى زادة المستهلك، والأسعار قاعدة تتأرجح بين زوز مقترحات بين 300 مليم و 270 مليم من قبل الصناعيين، والأمر وقتاش ينجم يكون يتحسم معناتها بقرار نهائي؟ الأقوى هو سيحسم، يعني تو بالنسبة لنا احنا ما تعرف منتوج سونسيبل برشا حساس، طماطم تو وقت اللي تسخن الدنيا لازم نجم معاهم نبيع. بالنسبة اللي مش يحدد في السنة هذه هو المصنع، وبالتالي مع كل الأسف يعني وأنا في منظمة نقول بالنسبة لنا احنا يعني تقريبا كفلاحة مش نرضخ إلى السعر اللي مش يحدد مش تحدد المصانع، بالرغم أني نشوف أن الصناعيين مش صحيح مش تعدى الفترة هذه إلى حدود ربما 15 جويلية فما توب نتاع إنتاج وكل شيء، ولكن بعد أعتقد أنهم سيبحثون عن بأي سعر، يعني مش يلوجوا على الطماطم بأي سعر، وما هوش مش يكون حتى ب 300 وربما سيرتفع أكثر من 300، لأن حاجياتهم طماطم كبيرة أكثر من اللي مش كانوا يبحثوا عليه. كما قلت لك صابة هي متواضعة، والكميات اللي احنا بالنسبه لنا احنا ربما كلجنه وطنيه قدرنا انها مش تكون المعدل الانتاج مش يكون في حدود 68 طن، فهذا ماهوش مش يتم. تغيرات المناخيه وفتره كبيره نتاع البرد، والنبته نتاع الطماطم ما تحبش البلل وما تحبش الواحد، وبالعديد من المساحات اللي هي تضرت بالامراض، وبالتالي سينحدروا يعني معدل الانتاج وتكون في حدود ربما ما يتجاوزش 50، وهذا اللي نخشاه انه قد انا نقول قد انه في اخر المطاف نوصل ما نحققش حاجياتنا من الطماطم المعجونه اللي تكفينا حتىش الى حد بدايه جويليا 2024. اذا اليوم فما امكانيه انه يصير نقص في الطماطم المعجونه؟ سين مولدي اليوم فما امكانيه انه يصير نقص في الطماطم المعجونه معناتها الى حدود جويليا 2024؟ نعم، هو بالنسبه لنا احنا راهو المنظومه هذه تو عندها ما يقارب ال 25 سنه او اكثر كان عندنا تصدير في الطماطم، كان عندنا فائض تدر علينا عمله صعبه، صحيح هي تستهلك الماء تستنزف المياه، لكن كقطاع يعني شد يعني التوازن نتاعو، عندنا اكتفاءنا الذاتي ونسبه ان نصدرها. اثناء الحقيقه مانيش عارف وين ماشيين به القطاع هذايا، هل ممكن انه بالنسبه لنا احنا كتوانسه نغير من عاداتنا في الطبخ ونتخلى على الطماطم المعجونه ونمشيو ما نعرفش الماركه زارا وحوايج اخرى فهمتني او ما شابه ذلك، ولكن اعتقد انه بالنسبه لنا احنا يلزمنا نشوفوا كما نقولوا فيها نشدوا العصا من الوسط، سواء منتجين او صناعيين او مستهلك، يلزم نراجعوا المنظومه هذه كما نراجعوا عده منظومات والقطاع الفلاحي. لحق
الحقيقه كما الحليب، كما تربيه الماشيه، كما يعني العديد من القطاعات الاخرى كما الحبوب، في حاجه الى المراجعه والى وضع يعني استراتيجيات يعني مهمه من قبل وزاره الاشراف ووزاره التجاره حتى نحافظ على المنظومات هذه اللي هي في بالتالي يعني هي مش تحقق لنا امننا الغذائي. واضح، مشكور جدا سي المولدي، مشكور جدا على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بالطماطم. اذا يقول لنا انه صارت تارجح بين الاسعار، لكن في الاتجاه انه باش يتم اعتماد اسعار الصناعيين. الطماطم ممكن تشهد نقص طماطم معجونه من هنا لجويليه 2024، هذه اخر المعطيات فيما يتعلق باصابه طماطم. سي المولدي رمضاني، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بالقيروان وعضو لجنه متابعه منتجات الطماطم والفلفل، حوار كامل تلقى على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. هذه الشارع التونسي، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة.